سيروا بسم الله. لا تقتلوا طفلا ولا امرأة. ومن وضع سلاحه فهو آمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبتي في الله، إننا اليوم نضيع سلاحا من أعظم الأسلحة، ألا وهو الدعاء، رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى، والتذلل والانكسار والخضوع بين يديه، إذ هو المفرج وهو المعطي وهو المانع وهو النافع وهو الضار. ولتعلم أخي في الله أن الدعاء هو العبادة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يذهب ويدعو الله سبحانه وتعالى في سره وفي علنه، في السراء والضراء. جاءه أصحابه وقالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولو نظرت إلى الدعاء وجدته أنيس الأنبياء، هذا نوح وهذا آدم وهذا إبراهيم وهذا موسى وهذا عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف يدعو الناس ضربوه وآذوه، ماذا فعل؟ جلس تحت ظل شجرة ورفع يديه إلى الله، إلى الذي يعلم سره وأخفى، قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلى تتمة الدعاء. علم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيخلصه. لماذا لا نعلم اليوم نحن أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، ويطلب منا أن ندعوه ثم بعد ذلك نترك ذلك كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم؟ تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن، فإن الدعاء سلاح المؤمن. هذا موسى بن نصير، هذا الرجل كان قائدا عظيما شجاعا، لم تبدد له راية قط ولم يهزم في معركة. سئل: بماذا وصلت؟ فقال: بالصبر والدعاء. لا تهزأ بالدعاء، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك. يعقوب عندما دعا الله سبحانه وتعالى أن يرد له ابنه يوسف، ذهبت هذه الدعوة، وبعد عشرات السنين ثم عاد إليه ابنه وهو ملك. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيها الأحبة، إن لإخواننا علينا حقا، المجاهدين، الأسارى، اليتامى، الناس أجمعين في شام العز
يطلبون منا الدعاء، فلا نبخل عليهم في السحر، ولا نبخل عليهم دبر كل صلاة، ولا نبخل عليهم بين الأذان والإقامة، ولا نبخل عليهم في هذا الشهر المبارك عند الإفطار. اللهم فرج عنا ما نحن فيه من البلاء والضيق والضنك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا سعادة الدنيا والآخرة، وكل المجاهدين عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومؤيدا وأمينا. أستودعكم الله أهلنا في سوريا الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تهدموا بيتنا، لا تغدروا ولا تخون، لا تجهزوا على جريح،